طيب نيجي بقى للعلاج الطبيعي، هل العلاج الطبيعي في كل الحالات بيجيب نتائج يعني كبيرة، ولا في حالات بتستعصي وامتى يعني ابتدي العلاج الطبيعي؟ تمام. مبدئيا العلاج الطبيعي ضروري نقول ان هو ضروري يبتدي من مجرد ما يتم تشخيص المريض ان هو مصاب بالام اس. يعني هو اتشخص النهارده انه عنده ام اس، يروح يعمل زياره بتقرير طبي من الطبيب المعالج بتاعه ان الحاله ايه بالظبط، الدرجه بتاعته ايه، ايه هي الاجهزه اللي عنده اللي فيها مشكله. بيروح لاخصائي علاج طبيعي متخرج من كليه علاج طبيعي، تمام، بيعملوا تقييم زي ما الدكاتره بيعملوا تقييم او كشف اكلينيكي خاص بيهم عشان يعرفوا الحاله ايه. احنا بنعمل تقييم خاص بينا كعلاج طبيعي للجهاز الحركي، للجهاز الحسي، لجهاز الاتزان، لجهاز التوافق العضلي العصبي، بنعمل للاجهاد، بنعمل للمثانه، بنعمل للعضلات الجسم الجذع الاساسيه، ليها تقييمات مختلفه جدا بنعملها، وبناء عليه بنحدد هو ايه اكتر حاجه هتناسبه، فبنسميها تيلورد. تيلورد يعني مفصله، يعني مش كل عيان هيبقى زي التاني، في عيان عنده ضعف معين في عضلات معينه بركز عليها اكتر من العيان الاخر، تمام كده. العيان ده عنده مشكله من المشاكل الاوليه اللي دايما بتقابلنا مع مرضى الام اس في البدايه، الاتزان والمشي، دول المشكلتين اللي هم بيجيبوهم علشان يشوفوا هم هنعمل معاهم ايه علاج طبيعي. زائد القدرات الذهنيه او الادراكيه بتاعت المرضى دي بتتاثر بدري جدا، بالذات الناس اللي شغاله مهندسين محاسبين، بيحسوا ان دماغهم مش قادره تسترجع المعلومات او مش قادره تجمع او تعمل علاقات بالحاجات ببعضيها. فاحنا بنعمل اول حاجه بنعمل تقييم مفصل للعيان، وبعدين بعد كده بنبتدي العلاج الطبيعي منذ بدء الاصابه او منذ بدء تشخيص ان هو ام اس. نيجي حضرتك لانواع الام اس زي ما استاذنا الدكتور مجد قال، احنا في عندنا نوع اللي هو ريلابسنج ريميتنج اللي هو بيروح وبيجي هجمات، دوت عموما البروجنوزس بتاعه او التكهن ان المرض بتاعه يبقى احسن ده عالي جدا. ليه؟ لان وقت الاتاك هو بياخد الدواء نحجم الاتاك اللي موجوده، وهو ماشي على دواء تاني يمنع ان هو يصاب باتاكس، فدول بيجيبوا معانا نتائج حلوه قوي كده. هيتبقى لي اللي هم النوعين اللي هو الاول التقدمي وثانوي التقدمي، دول بيبقى تدخل العلاج الطبيعي فيهم موجود وكويس وبيجيب نتائج على فكره، بس حسب قوه اللي بيعمل البرنامج العلاج الطبيعي وقوه التمارين اللي هو بيعملها. ولو تلاحظي عليك انا بقول تمارين، ما جبتش سيره كهرباء، ما جبتش سيره شد، ما جبتش سيره اي حاجه تانية خالص. الجوهر في العلاج الام اس كعلاج طبيعي هو التمارين العلاجيه وليست الرياضيه. في ناس تقول لي طب انا انزل الجيم واعمل اكسرسايز تمارين، لا، الاكسرسايز في الجيم ده الواحد طبيعي بيبقى له طريقه معينه في التعامل، غير احنا زي علاج طبي طبيعي، تمام. فلينا حاجات في تقييم العضلات بتاعتنا، في الاحساس، في الاتزان، في التوافق العضلي العصبي، لينا معايير معينه نحكم بيها هو بالظبط ايه المشكله اللي عنده وعندها انا اخش اعمل ايه، تمام. الحاجه برضو اللي ضروري الفت النظر اليها، الناس كتير بيتجهوا لي اسف الكلمه الدجل، او ده بيعمل كذا، او ده بيعالج عن طريق كذا، او الحاجات دي كلها. العلاج المرض الام اس ده مرض مناعي، يعني الجسم بيهاجم نفسه، يعني المفروض هو صاحبنا وقاعد معانا، لا، الجسم يجي يخبطه على انه هو عدو، تمام. فمهما عملنا وافتكسنا يعني ما رحتش للدجالين باعتبار ان انا ممسوس ولا عندي برافو عليك، او البنوته دي بتتدلع علشان احنا رفضنا العريس الفلاني. يعني دي بتجيني دايما لان هو زي ما الدكتور مجد قال، هي بتيجي للبنات في سن العشرينات وبتيجي في الحريم اكتر من الرجال، فدايما يقول لك اصل البت بتتدلع، اصلها حبت واحد ورفضناه، اصل هي حاولت تنتحر، اصل هي حاولت ما اعرفش ايه.